في تظاهرات أهالي ناحية الحرية التابعة لقضاء الكوفة في محافظة النجف خرجوا بتظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي للقضاء وتحسين واقع الكهرباء المتردي في عموم البلاد وإكمال بناء مستشفى الناحية وترميم الطريق السريع الذي يمر بالناحية والذي أصبح يسمى بطريق الموت لكثرة الحوادث. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات الكوفة. بنروح بالدم نفديك يا عراق، بنروح بالدم نفديك يا عراق، بنروح بالدم نفديك يا عراق، بنروح بالدم نفديك يا عراق. أريد الرأي الواحد، أريد الرأي الواحد، نقضح للفساد، أريد الرأي الواحد، ضد الرأي الواحد، نقضح للفساد، نريد الرأي الواحد، ضد الرأي الواحد، نقضح للفساد، نريد الرأي الواحد، ضد الرأي الواحد، نقضح للفساد، نريد الرأي الواحد، نقضح للفساد، نريد الرأي الواحد. حكام الشعب، 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 حك